شركه جمال لبنان للعام 2007. بعد فوزك باللقب الجمالي ركزتي على العمل الاجتماعي والانساني، واليوم عم بتخوضي تجربه التمثيل وتقديم البرامج. بالاضافه لهالنشاطات نادين، شاركتي من حوالي الشهر بتاسيس شركه كود برودكشنز اللي رح تهتم بتنظيم ايفنتس لشركات عالميه. اليوم افتتحتوا الايفنت الاول، كيف كانت الاصداء؟ كانت رائعة بالنسبة لإلي. أنا perfectionist ودائما بقول شو ما أعمل لا بعد في هون غلط وهون غلط، بس considering إنه أنا من أول ما فتح الجامعة وأصلا حلمي شيل التمثيل على جنب، شيل كل شيء، هذا منه حلمي. نعم هذا هوبي بتعمليه هواية. يو لايك هواية بتحبيها، بتشوفي حالك إنه قادرة تعمليها، قادرة تجودي فيها بتعمليها. بس أنا أصلا شو أنا بحب اشتغل هي تأسس شركتي. نعم. سو وقتها تشوفي إنه فتي وهيدا أول إيفنت لإلك وعم تعطي التعليمات و everything is going according to plan، it makes you feel proud، يعني بتفتخري بالشغل اللي عم تعمليه. ان شاء الله على طول نادين ضلك مكفيه بهالحماس يعني النجاح مثل اللي اليوم اختبرتيه. نادين سجلتي مؤخرا مسلسل اذاعي بعنوان مجهول نسب اللي بدا الاعلان عنه باذاعه صوت الغد، وهو من بطولتك انت، زياد برجي، باسمه، ووسام حنا. على الراديو؟ مش حرام نادين ووسام حنا يمثلوا على الراديو، الله يسامحهم انت ووسام بالاذاعه، بسيطه رح مرق لهم اياها، ما هيك؟ انا ما بحب دائما فكره انه نركز على الشكل، انه لانه انا مستحيل اذا ما موجود فيه استثمروا الواحد، بس اكيد نعرف نادين انه عندك كونتوني يعني لا يقل شأنا عن الشكل. تلفزيونيا اليوم عم بتصوري مسلسلين لمحطة الام بي سي، صاروا تقريبا على الاخر، وانتهيت من تصوير مسلسل جود وهو من اخراج فادي ابراهيم وانتاج فينيكس برودكشنز، وبطولتك انت بديع ابو شقره فادي ابراهيم ووسام حنا، ممثلين معروفين وممثلين حاملين القاب جماليه. كيف كان تفاعلكم مع بعض؟ قلتي لي انه هالمشهد لبكك وقلتي انه صار حقيقه هالشيء كنا عم نمزح فيه، اثار المزح غير الجد. هلا الجد جد، لانه انا بعتبر حالي متطفله على هذا الفيلد، يعني انا اذا فيت اصلا ما في امزح، ما في ضلني نكت انه هالمشهد مثل ما بنكت مع اصحابي، لا بدي احفظ السكريبت، بدي اديه مظبوط، وبدي بين انه عم مثل، يعني انا اي هاف مثل ريسبونسابيلتي، عندي مسؤوليه انه خلي هالعالم يلي اصلا بفكروا عندهم دائما بري جادجمنت، يعني بيحكوا افكار مسبقه انه مثلي بون وراح تفوت، وايه طبيعه تفوت على التمثيل، يمكن تعمل حكي يمكن بكون لا عليك. مظبوط. سو بدك تشتغلي مرتين ثلاثه واربع مرات اكثر دائما لتثبتي العكس، تثبتي حالك. فكره انه تعمل راديو، فكره انه تعمل راديو منيحه بتمرنها تيحبوها كمضمون وكصوت، ترجع تفرجيهم الشكل بيكتملوا مع بعضهم تطلع، يعني هي نوع من التمرين كمان بومت. كانت الاذاعه مايا، انت بلشتي منكا بعدين انتقلتي للغناء وانتقلتي للتمثيل، حسيتي عندك هالتحدي انه انا ما بدي ياخذوا صورتي انه المغنيه اللي اجى على بالها، المطربه اللي اجى على بالها تمثل، يعني حسيتي بهالتحدي باول ادواري؟ بدايتي كنت ممثله بادوار صغيره بالجامعة. نعم. وبأدوار هلا صغيرة ولا كبيرة، المهم ممثلة. نعم. صحيح. وإلى جانب التمثيل، مع غياب التمثيل ووجودي بالجامعة مكلفة بوقتها، حبيت إنه أشتغل شيء إلى جانب، فعملت بعض الإعلانات، يعني حتى أنا مواصفاتي ما بتسمح لي يكون عارضة أزياء لأنه مني كثير طويلة، إنه اسم الله، يعني في مواصفات معينة ما بملكها، مش هيك أنا توجهت صوب الإعلانات شوي. يعني عرض الازياء اجى مرحله كثير بسيطه وصغيره ما تعدت السنتين. هلا كنت مذيعه ومقدمه، يعني وصل برامج وقدم برنامج ومثل بتلاليبان بنفس الوقت. نادين قبل مس ليبان كنت متطوعه بالصليب الاحمر اللبناني، وبعد مس ليبان كملت مع الصليب الاحمر وتعاونت مع اكثر من جمعيه، بنذكر منها جاد وكن هادي وغيرها. المفارقه انك بعضو بجمعيه كن هادي، وبال 2008 شاركت برالي اكتشف سوريا وتحديت الاعلامي جورج الضيحي اللي كان كمان مشارك بالسبق، واضطروا يحكوك كذا مره حتى تخفضي السرعه. كن هادي وكيلومتراج على
حتمية كيف هيدا يا نديم؟ اوكي تنكون كتير واضحين. كن هادي بقول to drive smart، يعني الواحد يكون بذكاء. يعني في مثلا مايكل شوماخر اذا نزل سايق على الطريق ما بفتكر مايكل شوماخر لانه هو عنده التكنيكاليتيز، ما عم بعمل مقارنه اكيد لا، بس لانه عنده التكنيكاليتيز وعنده السيفتي ميجرز كلها سوا ما رح، يعني في برسنتج اقل بكثير يكون باكسيدنت. هلا انا بطبيعتي يعني اللي عم بتقولي انه المحترفين بيكونوا اخذين احتياطاتهم، بيكون في هلا انسان اذا اخذ احتياطاته عم بيقود بذكاء، يعني مش انه فكر طريق حتى السيارات معموله بطريقه مطرح معين، يعني مش بين الناس اكيد. لا على سهل، انا ما في انزل على الاوتوستراد بي اقرر انه انا اليوم بدي اسوق رالي مثل ما سقت بسوريا. يعني هذا اللي عم بتقوله انه في محل معين زلاته. زوجتي بتسوق سرعه، نعم، لذلك ابتكرنا كلمة عربية سأقول بتشمخر على شو مخر منيحة بتشمخر. بخصوص الإيفنت اكتشف رالي سوريا هيك حلوة، بيجي عندك هيدا النيت فيلينج انه معك سيارة سريعة وتسترادات وعندك اوبوننت. اصلا انا واستاذ جورج الدهية كمان بوجه له تحية كبيرة، كان عنا هيك هالكومبتيتف فيلينج، يا انا يا انت. مين سبق؟ انا. اها 1-0 لجورج ارداحي لك يا امي. ايه يعني 1-0 لجورج ارداحي بمثيل ليلي. انا بحاجه تتعطيني دروس خصوصيه بالسرعه. ايه لا تكون هادي بحياتي وتسرع بالسياره. تسرع بالسياره؟ ما سياره بتعطي حدي بتعطي حدي اذا قادر يتحمل السرعه. يا اهلا وسهلا. بتخاف اذا حدا عم يسرع فيك؟ كنت ماريو قاصد حسب مين ماريو ولا بفكرك شيء ثاني؟ لا انا بدي اتعلم. انا اكيد انه ماريو استاذ صريح وواضح، سو كلمه بتطلع من تمه اكيد. بس انا ما صدقته سوري. يعني هو قاصد دروس خصوصيه بس بدنا نعرف بشو نحن. قلت تكون هادي بلكي بالغرام مثلا، تكون هادي لا بالسواقه خطي يعني ما بعرف اسرع. حرام بتحرجون الصبر. نظرات، انا اول نظرات شفتها شو بيقولوا ابلغ من الكلام، فخلص خلص ماريو. نادين جيم، بما انه كل الناس بتحب تعرف اخبارك وانت ملكه جمال، رح نعمل لك انترفيو. نادين جيم وتحقيق بوليسي. اسمك؟ اسمي نادين. العائل كله كامل نادين نجام. عمري 22. وين ساكنة؟ انطلياس. وين كنت امبارح الساعة 6؟ بالبيت. مع مين تعشيتي أول امبارح؟ ما كنت عم اتعشى. بتدخن؟ كنت بلا أكل؟ بدخن بس عم وقف. شو نوع سيارتي؟ لينكن ام كي اكس. شو مخبية على القانون؟ شو مخبية على القانون؟ باركينج تيكتس. شهدتي من اسبوع بسياره برفقه رجل متنكر بزي امراه. مين؟ ماريو باسيل. اعترفي بالعمله السوداء اللي عملتيها. يعني شيء مش منيح عملته؟ عمله، ايه عمله عمله، لشو عم حقق؟ اوكي. ولا مره بمشي على الانون على الطريق. خذوها. نادين جلال كوري إلى حق بالاستئناف، إذا جاوبت منيح على إذا نفذت منيح كارت صادرين ما بنعود نسجنها، شو رأيك؟ صادرين. حلو كتير. شو؟ بدلة قطعة تسيب مع جارك ولبسة فستان. نكون رايحين ما لبسة قطعة واحدة. ليه أنا وياك؟ العقد. هيدا جاكيت. هيدا قطعة هيدي أكسسوار. أي ساعة. ما عليك. أو البوت. والبوت.
البوت ما بيصير. شو قررنا؟ بتعرفي؟ اعطي البوت لجلال خوري والبس حلو كثير صباطه. لا حلو كثير حلو كثير. انت راضي؟ فلتك ويلون يلا مأمور يلا بيفوت بإجره؟ ما بيفوت. إذا فات ما رأي أنا بتجنن من فيه. بدكم مني شيء أنا فيلي لا.